المجرمين، وقال انه يلزم القضاء اللي يخدم خدمته، وحكي على الامن الغذائي، وحكي زاد على اتهامات كل مره قاعده تتعاود. اليوم جديد ظهر لي انه فما ناس قاعده يتاجروا بالمخدرات ويتعاملوا مع المخابرات. انت كيفاش لقيت تصريحات الرئيس اليوم؟ لقيتها منسجمه مع شخصيه الرئيس وتصريحات الرئيس السابقه كلها من اللي عاهدنا رئيس الجمهورية من 25 جويلية. عندنا أولا نظرية المؤامرة، أولا نحكيه على الخونة، فما إكسخي زيدا، فما في كلامه زيدا حكي على السكر والقهوة. دونك عندنا مخدرات، مخابرات، ما فماش سكر، ما فماش قهوة، حرائق، كلها فرد خانة. دونك خانة المؤامرة، التآمر على الدولة وعلى شخص رئيس الجمهورية، بما أنه فما شكون يدعو إلى اغتيال رئيس الجمهورية في الإعلام. أنا بدي يظهر لي فلتة حاتم، ما سمعتهاش الحقيقة، ما قصتهاش. هو يعرف، هو يعرف خين منها شكون اللي هد، شكون اللي هدد باغتيال ولا دعا لاغتيال رئيس الجمهورية. باش في التمشي نتاع الكلام نوصلوا لأهم حاجة في تونس هي الانتخابات. اكزاكتو، ما ضايليش نمشي نسالك. دونك نظريه المؤامره، يتامرون، يتامرون مبني المجهول بيان سور، ديما ما نعرفهمش شكون، ويدعو القضاء باش يتبعهم. احنا ما نعرفهمش شكون، واذا يبدو لي حتى القضاء ما يعرفهمش شكون، ما يعرفهم كان رئيس الجمهوريه. اما الحمد لله باش نوصلوا انتخابات باش يختار فيهم الشعب التونسي شكون جدير انه يحكمه. كلاسيك، لوجيك، منسجم مع نفسه رئيس الجمهوريه. كل شيء نحطوه فرد سله، كل شيء، المواد الاساسيه المقطوعه اللي يحرق في 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 الجبل، اللي يتخابر مع قوات اجنبيه، ترافيكون دو دروغ، كلهم يتامرون على امن الدوله. ان شاء الله ربي يحصل العاقبه ويبقى علينا ستر الى يوم الستر، كما قال الحاج. وانت حكيت على الانتخابات، ويقول راو حاتم انه عدد من الترشحات للانتخابات التشريعيه تم تقديمها من قبل اشخاص ملاحقين من العداله. اي معناها هذاك الريسك، خاطر انت عندك قانون انتخابي واضح، عندك اليات باش تراقب بها. نحن في الانتخابات اللي فاتت الحاجه اللي شوكيتت برشا توانسه، ما نقولش الكل خاطر كان جاو الكل شوكيرا وما وصلناش للحاله هذه، فما عباد ما عادش يشوكيهم حتى شيء. وصلنا عباد بعينيك تراهم، تراها حتى تسيق في الحبس بعينيك ترى فيه تراها مترشح. دونك كان بيودي معناها الوعود هذيا، معناها خاطر قيس سعيد استخدموك، ما كان تفكروا كان جبد على الموضوع هذا كيفاش ناس متابعين معناها قضائيا. هو هنا ما مش عاجبه القضاء، سايب الغنوشي مش عاجبه القضاء، معناها ماهوش يمشي في هواه، مش عاجبه داير، وراه مساعدته الحكايه. معناها يلزمكم ديما تاخذوا مسافه بالحق. تعرف كي يبدا ما عندكش، كي يبدا عندك قضاء كي من هكا، معناها انت تسام لو دوت، معناها تزرع الشك في قضاء، باش بعد ما عادش يحاسبك حد، تقول انا قلتها كل عام، قلت لي فما فساد واحتكار، وين القضاء هو يتحمل. معناها لا ديغوسبونسابيليزاسيون، معناها الخروج المسبق من مسؤوليه كارثه معلنه. او الجمله هذه معني قعدت ناري خنفه. دونك فريمون لي تو يا فريمون هذا. وان بلوس عندك فما حاجه، انا كي سمعت الشلبي وي سيد رئيس واراضي والقمح، هاكا يعرف قال قمح اللين وقمح الصلب والعلف، هذاك معناه يحب يزرع بقرنين كله قمح لين. وعندنا الامكانيات، ما نعرفش شنو الامكانيات والحبوب، فما والدوله عمرها ما كانت اقوى من توا، هي ملتحمه. للي الشعب التونسي ملتحمين خاطر بالبرد، خاطر اليمين وبعضنا عارفين شوفاش الضوء باش يتقص وكل شيء، قاعدين نقربوا لبعضنا وناكل، ولينا نعملوا في التروك حتى في فما عباد ما عادش فما فلوس الدور. دونك جو بونس انا الجمعه اللي فاتت اخر حاجه وفينا بها ليميسيون عملنا وقت حكينا اخر مره على قيس سعيد، المقارنه اللي درا شكون قال قيس سعيد كيما بن علي. بن علي فما اختلاف معاه، صحيح عنده طبيله وقفافه وكما قلتش الكلمه اللي باش ما تتفجعش منها، اما كانوا اكفاء وموا حبك طبيل وكف. والله البارح اختي يومي ما انا قاعد نتفرج في الكوره، كل عاد خرج علينا سيد الرئيس في فيسبوك، خاطر نحن نراه كان في فيسبوك. والله ذكرني سيد الرئيس بكل احترام، بيرسوناج نتاع خطاب على الباب اسطوره، باللازمه ما نشكي بكم، هذاك هو ديما باللازمه ما نشكي بكم، باللازمه ما نعمل لكم، باللازمه بعد ما يصير شيء. بالحق البارح انا هبطت المارشي سنترال، راهو يلزمك ترى المارشي سنترال ولا كي معرض الموبيليا، العباد تدور تتفرج
والله العباد تشك يعملوا شوفينغ. والله أي. اقسم بالله راهو شيء يفدد، والرئيس باقي باللازمه ما نشكي بكم، باللازمه نعمل لكم كل شيء. واضح. والناصر عجبني توا في حاجه معناتها قالي بربي اغزل الوالي، بربي نداء للوالي بن عروس، راك تمثل الدوله، شوف تيرزي في اقرب وقت. حتى صديقنا اشرف العوادي قال بالحق مش معقول، شنو هي كسوه مقزم توتي، نحن كي نخرجوا حتى هوني من الديوان عندنا ريسبسيون مشكله، اي كي هو عضلات تبارك الله باش تترشق بالطاقه والعضلات، التيرزي لازم يخفف له على مستوى الدين، وكل اغزل وكسوه هكا وهابطه وتتحل، معناتها غير منه، غير منه زيد على خاطره هو بدن وانت ليه. ايه هو بدن. بعد الفاصل باش نحكي كل سيارة باش نحكي مع الحاج منصف السعيد باش يقول لي شنو هي الفرق بين عيد الشجره في عهد بن علي وعيد الشجره في عهد قيس سعيد. رفمك بوبليسيتي باش نبدا باش نجري باش نطلع الريتم باش نتبع، اما كي باش نوصل باش ننسى التعب وباش نحس فرحه كبيره ليا ولتونس الخضراء. واليوم ماراثون كومار دو تونس كارتاج المتحصل على لابيل انترناسيونال يرجع لكم من جديد دون سا 35 اديسيون طونت اتوندو، ويعيشكم اكبر ايفينمون سبورتيف في تونس نهار الاحد 4 ديسمبر 2022 مع سباقات 42 كيلومتر و21 كيلومتر 5 كيلومتر والماراثون كيدز. ما تفلتوش زيدا لي زانيماسيون وجو الفيلاج ماراثون في شارع حبيب بورقيبه اللي يبدا من 2 ديسمبر. كونوا في الموعد باش تشاركوا، ساهل برشا، ادخلوا على موقعنا marathon.comar.tn. Courant pour une Tunisie verte. Minute expert by Télé 6.